السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وطابت أوقاتكم بكل خير. عاجل مساعي سعودية لاستئناف المفاوضات مع الحوثيين، وإلى التفاصيل. بدأت السعودية اليوم الأحد تحركات مكثفة لاستئناف المفاوضات مع صنعاء، يتزامن ذلك مع فشل التعويل على حلفاء إسرائيل بتغيير جديد في المنطقة. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الجانب السعودي أبلغ الوسيط العماني بضرورة تحريك المفاوضات مجددا، مشيرة إلى أن النقاشات الآن تدور بشأن التراجع عن التصعيد الاقتصادي مؤخرا، والمتمثل بقرار مركزي عدن نقل البنوك التجارية من صنعاء. ومن بين النقاشات أيضا استئناف تصدير النفط وصرف مرتبات الموظفين. وتسعى السعودية من خلال التراجع عن هذه الخطوة إلى الدفع بالمفاوضات إلى الأمام بعد أن كانت توقفت خلال التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة. ولا يزال النقاش أيضا يدور حول خارطة الطريق الأممية وآلية التوقيع عليها وصولا إلى تنفيذها. وتشير التحركات السعودية إلى قناعة الرياض باستحالة حدوث تغيير في الواقع بالمنطقة، خصوصا مع فشل إخضاع أنصار الله عسكريا بتحالف حماية إسرائيل وتراجع حدة التصعيد بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، ناهيك عن قرار أمريكا الدفع نحو العودة للاتفاق النووي. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.